المزيد حول حركة دخول المساعدات عبر معبر رفح البري يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين، متابعة لاستمرار دخول الشاحنات الإغاثية إلى الأشقاء في قطاع غزة، فعلى مدار اليوم بدأت بالفعل منذ الفجر دخول الشاحنات المختلفة المتنوعة المحملة بالمواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية، ولكن من أهم الشاحنات التي تدخل عبر بوابة معبر رفح المصرية هي شاحنات الوقود، فبالفعل شاحنات الوقود المحملة بالغاز والسولار هي تدخل لي يعني تشغيل المرافق الحيوية داخل القطاع ومن أهمها المستشفيات بالطبع، بعد أن خرج ما يقرب من 80% من هذه المستشفيات عن الخدمة تماما. هذه نقطة. النقطة الأخرى أيضا مطار العريش الدولي ما زال يستقبل المساعدات المختلفة لتدخل إلى قطاع غزة، يتم نقل هذه المساعدات عن طريق الهلال الأحمر المصري إلى المخازن اللوجستية ثم تذهب بعد ذلك إلى الأشقاء إلى قطاع غزة. نتحدث أيضا عن وصول يعني المرحلة الثانية بالكامل للقافلة السادسة للتحالف الوطني، وهذه القافلة التي يعني كانت محملة بأكثر من 6000 طن من المساعدات الإغاثية المتنوعة ومن أهمها الإعاشية أيضا التي دخلت عبر بوابات معبر رفح المصرية اليوم ومعبر كرم أبو سالم، ويعد التحالف الوطني من أهم المساهمين في هذه المساعدات الإغاثية. وبشكل عام المساعدات داخل قطاع غزة ما يقرب من 70 إلى 80% تقريبا من هذه المساعدات الإغاثية تأتي من داخل جمهورية مصر العربية، إما من طريق المؤسسات المختلفة أو التحالف الوطني أو حتى الشعب المصري بشكل عام، كل هذا يأتي ليعبر إلى بوابة معبر رفح المصري. نتحدث أيضا عن مجهودات دبلوماسية مختلفة لاستقبال جميع الأطراف داخل جمهورية مصر العربية من أجل الوصول لوقف دائم ومستدام لإطلاق النار، كل هذا يعني يقابله في الناحية الأخرى عرقلة من جانب قوات الاحتلال لدخول هذه المساعدات، ولكن هذا لا يمنع الاستمرار الضغوطات المختلفة الدولية والأممية وبشهادات أيضا أممية يعني أشادوا بأن المعبر رفح ومعبر رفح المصري هو الأهم وربما هو الرائد في دخول هذه الشاحنات، وهو ما يؤكد على دور مصر في الوقوف بجانب القضية الفلسطينية. كانت هذه هي الصورة بشكل عام من شمال سيناء، والآن أعود إليكم في الاستوديو مرة أخرى.